تخيل لو قلت لك ان استخراج بطاقة شخصية في مصر حاجة صعبة جدا وشبه مستحيلة، وبعدين انت رحت تقدم على بطاقة فلقيت الموضوع سهل جدا وعبارة عن شوية ورق بتوضبه وبتروح تتصور وتقدم الورق ده، وبعدين بتيجي بعد فترة تستلم البطاقة بتاعتك، فتقول الله، امال الناس معقدينها كده ليه؟ ما الموضوع سهل اهو، عبارة عن شوية ورق بوضبه وبتصور وبقدم وبعد شوية بروح استلم البطاقة بتاعتي. فيزا شنجن نفس الموضوع، الناس تقعد تقول لك الموضوع صعب وشبه مستحيل، وبعدين تكتشف ان الموضوع عبارة عن شوية ورق بترتبه وبتروح برضو تتصور وبتقدم الورق ده، وبعد فترة تيجي تستلم الفيزا بتاعتك. انا عايز كل الناس بعد الفيديو ده تروح تقدم فيزا شنجن، ما تقولش عليا مجنون ولا بقول كلام غريب، شوف الفيديو للاخر واحكم بنفسك اذا كانت الفيزا صعبة ولا سهلة. شوف الفيديوز اللي فاتت وانت هتشوف ان انا عامل فيديوز بقول لك فيها ازاي تسافر فرنسا باسعار رخيصة جدا، والناس كلها سألتني على الفيزا. فتعالى دلوقتي نتكلم واحدة واحدة الورق اللي هنحضره عشان نروح بيه الفيزا وازاي نطلع الفيزا. الورق ده بسيط جدا وسهل جدا فوق ما تتخيل. اول حاجة طالبينها في ورق الفيزا ان يبقى معاك باسبور فيه صفحات فاضية، وما اكتر الصفحات الفاضية اللي عندنا، الباسبور موجود عندك في الدرج، ويكون ساري 6 شهور بعد رجوعك من السفر، يا عم ساري 5 سنين قدام كمان، مش ساري 6 شهور بس. تاني حاجة طالبينها هي ان يبقى عندك صور شخصية خلفية بيضة برضو مركونة في الدرج عندك جوه جنب الباسبور. تمام، يبقى الباسبور موجود والصور الخلفية بيضة برضو موجودة. ندخل في البند التالت واللي بيعقد كل الناس، ان هم عايزين تأمين صحي بتاع السفر يبقى ب 30,000 يورو. طب انا اجيب لك منين 30,000 يورو وانت عمال تقول الفيزا سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيدات؟ طيب حل الموضوع ده ان التأمين الصحي اللي ب 30,000 يورو بيتباع في شركة أليانز للتأمين او اي شركة تأمين اخرى معتمدة في اوروبا ب 120 جنيه up to 200 جنيه، يعني البند التالت ده اتحل بأقل من 200 جنيه. والفكرة كلها بسيطة، ان التأمين الصحي انت بتدفع فيه 200 جنيه، ولكن وثيقة التأمين ديت بقيمة 30,000 يورو. البند رقم 4 هو اتش ار لتر من الشغل عندك او خطاب عمل من الشغل عندك، وده سهل جدا، بيكتب فيه اسمك ورقم باسبورك ومرتبك وانت عملت جوين للشركة من امتى والبوزيشن بتاعك في الشركة ايه. البند الخامس هو البنك ستيتمنت او الحساب البنكي بتاعك، كشف الحساب البنكي ده انت بتطلعه 6 شهور فاتت، وبعدين كل السفارات او حتى سفارة فرنسا مش طالبة رقم معين يكون موجود عندك في الحساب، مش طالبين رقم معين يكون عندك في الحساب، ولكن يفضل، وحط خطين تحت كلمة يفضل ديت، ان يفضل يبقى حسابك يغطي 50 يورو في الليلة او 100 يورو في الليلة. يعني انت لو هتقعد مثلا 5 ايام يبقى معاك 250 يورو بما يوازيهم طبعا بالمصري في الحساب البنكي بتاعك، فكلها مبالغ بسيطة، ولكن طبعا يفضل طبعا كل ما يبقى عندك سحب وايداع لازم يكون في حركات، يعني دي حاجة اساسية، لما يبقى في حركات سحب وايداع كتير على الحساب دي تكون مهمة اخر 6 شهور. البند رقم 6 بيقول لك هات لي الباسبورات القديمة كلها اللي عندك، يعني عايز باسبورات تغطي من 7 ل 10 سنين فاتت تجيبهم لي، اي باسبور عندك قديم بيغطي الفترة ديت، اول باسبور طلعته لحد اخر باسبور معاك دلوقتي قدمه في الفيزا وانت بتطلعه. البند اللي بعده حجز طيران مبدئي من اي شركة سياحة بيطلع بحوالي 250 جنيه وحجز فندق بتعمله من booking.com، وممكن تعمل حجز ريفاندبل يعني حجز مسترد بحيث ان انت تقدر تغيره اي وقت او تسترد فلوسك اي وقت تحب. البند اللي بعده ده مهم جدا، ان انت بتقدم البرنامج بتاعك، تقول له انا اول يوم هزور مثلا توريفال، تاني يوم هزور متحف اللوفر، تالت يوم هنزل اعمل شوبينج، رابع يوم، خامس يوم، قول له ال 5 6 ايام اللي انت قاعد فيهم في باريس هتزور كل يوم ايه، بس لازم يعرف البرنامج بتاعك انت رايح فين وجاي منين بالظبط، تكتبه في ورقة على الوورد او على الاكسل وبتطبعه معاك وبتقدمه. شفت بقى شوية الورق ده سهل ازاي؟ عبارة عن باسبور ساري، صور شخصية، خطاب عمل من الشركة عندك، حساب بنكي بال 6 شهور اللي فاتوا، كل باسبورتاتك القديمة، تأمين صحي هيكلفك حوالي 200 جنيه من شركة أليانز أو من أي شركة تأمين تانية معتمدة في أوروبا، حجز طيران مبدئي من شركة سياحة، وحجز فندق من على booking.com. ورق بسيط جدا بتحضره وبتروح تقدمه، وبعد فترة بتيجي تستلم الفيزا بتاعتك. طيب ايه خطوات تقديم الفيزا؟ يعني انا هروح كده السفارة لوحدي ولا هعمل ايه؟ دلوقتي هقول لك الفيزا بتاخد كام يوم وازاي بتقدم لها اونلاين وايه الموقع اللي تدخل عليه. طبعا انت مش بتروح السفارة، انت في ويب سايت اسمه TLS Contact، وهو ده المكتب اللي انت بتروح تقدم فيه الورق بتاعك،
تدخل على الويب سايت بتاعه، وانا حاطط لك الويب سايت بتاعه تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هتدخل عليه وهتعمل خطوتين مكتوبين قدامنا. اول حاجة هتعمل ريجستر على موقع السفارة الفرنسية على اللينك اللي قدامنا ده في الصورة. تاني حاجة هتدخل تعمل اكاونت وريجستر تاني مرة تانية على tlscontact.com، اللينك اللي مكتوب قدامك ده، وتختار الموعد بتاعك اللي هتروح تقدم فيه الورق والابليكيشن، وكل حاجة هتلاقيها في اللينكس اللي موجودة في الصورة دي. هو كمان في الموقع بينصحك انك تقدم قبلها بعشرين يوم، عشان بيقولك ان مينيمم الباسبور بتاعك هيقعد عندهم 15 يوم، ولكن انا ارجح انك تقدم قبلها باكتر من 30 يوم، لان هو ممكن يقعد عندهم 21 يوم كاملين الباسبور. اللي طبعا الفيزا بتستلمها بعد اسبوع ل3 اسابيع، ولكن بتعرف منين ان انت ان الفيزا طلعت وان انت تروح تستلمها؟ بيجي لك SMS على الموبايل، بيبعتوا لك رسالة على الموبايل، وبيبعتوا لك ايميل يقولوا لك تعالى استلم الباسبور بتاعك، اذا كان بالقبول او اذا كان القنصل ليه وجهة نظر ورفض الفيزا بتاعتك لاي سبب من الاسباب، وهيقول لك ايه السبب اللي رفضوا عشانه. بصوا يا جماعة، انا برضو هنزل فيديو تاني عن اسباب الرفض، يعني ايه التركات اللي تعملها عشان ما تترفضش. فده فيديو هيبقى بوعدكم ان انا ان شاء الله هنزله، هيبقى فيديو منفصل بشرح فيه كل الحاجات التركات اللي الناس بتقع فيها وبسببها بتترفض، وازاي ما تقعش في نفس الاخطاء ديت. طبعا احنا بنقول الفيزا سهلة، ولكن لو ورقك ده مش سليم، لو في مشاكل، لو حسابك البنكي كان ضعيف فيه 2000 3000 جنيه وفجأة علي، لو الاتش ار بتاعك مش مكتوب صح، لو في اي حاجه في ورقك مش مظبوطه، ممكن السفاره ترفض الفيزا. فالفيزا دي محدش يجي يقول لي انا ايش ضمني السفاره تقبل الفيزا. يا سيدي، السفاره تقبل او ما تقبلش دي حاجه بتاعت ربنا، او دي حاجه كمان ترجع بعد ربنا طبعا الى نظره القنصل الى ورقك. هو عاجبه الورق وشايف ان ورقك سليم ومقتنع ان بسبب ان انت رايح سياحه بجد، ولا شايف ان انت لا ورقك فيه مشاكل وان انت لا ممكن تهرب وما ترجعش تاني البلد. فكل ده بيبان قصاده من الورق، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير وكل الناس تقدم الفيزا وتنجح. وعادي جدا ان انت لو قدمت فيزا واترفضت بسبب ان ورقك ما كانش مظبوط، عادي بعد فتره ممكن تروح تقدم تاني الفيزا وتاخد وتنجح يعني، وتكسب الفيزا وتاخدها وتستلم الفيزا بتاعتك ويبقى ما فيهاش اي مشاكل. فبالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم في حلقه تانية من برنامج السفر الرخيص.